مصفى، ومعنا الآن المستثمر اللبناني السيد رواد سعفان، وهو صاحب ومدير عام أوتوفيكس لخدمة وصيانة السيارات في إمارة أبو ظبي. بالبداية سيد رواد سعفان، أسعد الله أوقاتك. هلا بيك. هلا، يا هلا بيك. احنا ان شاء الله يعني سعيدين بوجودك معنا في هذا البرنامج. وانا اسعد، اكيد. اهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. الله يسلمك. ولكن احنا كسياسه البرنامج بدنا نعرف سيد المشاهدين بحضرتك، يعني رواد سعفان مين هو وكيف كانت بدايته وانطلاقته في حياته العلميه والعمليه ووصوله لدوله الامارات العربيه المتحده. انا شاب لبناني. نعم. طلعت من لبنان سنه 2007، جيت على دوله الامارات العربيه المتحده. نعم. اول ما جيت توظفت بشركه، بعدين سنه 2014 اسست شركه لإلي بقطاع المقاولات، واشتغلت من سنة 2014 لسنة 2022. قررت اني روح على مجال تاني شوي صغيرة، اللي هي شركة أوتوفيكس ديتايلينج. نعم. اللي هلأ نحن موجودين بمصفح صناعية، نحن بنشتغل خدمة سيارات تركيب مخفي، بوليش، سيراميك، ديتايلينج، يعني كل شيء علاقة بالسيارات. دخولك لدولة الإمارات العربية المتحدة وسبب اختيارك لهذه الدولة، ويعني وأكيد كان لك دول كثيرة متاحة، يعني تحديدا الإمارات، لماذا سيدي؟ بصراحة يعني أكثر بلد بي 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 بين الدول اللي كانت ممكن مثلا واحد يتجه لها دولة الإمارات العربية المتحدة، نظرا للأمن والأمان اللي موجود فيها، ومثل ما كل العالم تعرف يعني أأمن بلد ممكن واحد يتوجه له إذا بده يطلع من بلده الثاني ويكون عنده بلد ثاني فعلا صرنا نعتبرها بلدنا. نحن انا عشت فيها تقريبا قد ما عشت بلبنان، يعني صار لي 14 15 سنه موجود بالامارات، يعني تقريبا نص بنص يعني اللي عشته بلبنان. بلدك الاولى والثانيه ان شاء الله. سيد رواد سعفان، يعني تحدث عن شركه المقاولات اللي حضرتك بتقودها، يعني تحدث يعني الانجازات اللي عملتوها وابرز الخدمات اللي بتقدم من داخل الشركه. نحن بشركه المقاولات عندنا شوي متخصصين، يعني ما انه كثير مقاولات از مقاولات، عنا هدم، عنا معدات لتقطيع الخرسانات، نعمل كورينج، عنا سترينثينينج، وطبعا ناخد شغل سبستراكشر. فهي هيدا كان الاتجاه الاساسي تبعنا. وبعدين انا من الصغر من محبين السيارات، يعني اهوى السيارات من الصغر. وانا بلس كمان عندي سياره بنعمل دريفت، نحن دريفتريه وهيك، فعشان هيك كان الاتجاه شوي لا هون بالامارات. بالامارات نحن جروب دريفترز موجودين بالامارات. ممتاز. فاتجهت كمان لشيء له علاقه بالسيارات، من محبتي للسيارات وشغفي للسيارات قلت انا بدي اعمل شيء خدمه تكون مميزه للسيارات. كيف اشتركت الفكره انك تعمل هذا المكان؟ واكيد في منافس عليك وعالي وشريف ايضا. منافسي جدا عالي. صحيح. وانما هو قلت لك انا حبي وشغفي للسيارات. نعم. خلاني اروح لخيار اني انا اقدم جودي وخدمه للسيارات اللي انا كمحب سيارات اني انا احصل عليها. ممتاز. فعشان هيك بلشنا بهذه الخطوه لنقدم للناس الاشياء اللي ممكن كل حدا من محبين السيارات بيتمنى انه يحصل عليها. ونتحدث اكثر استاذ المشاهدين عن ابرز الخدمات اللي بتتقدم، يعني والشيء اللي ميزكم في هذا المجال. نحن عندنا بوليش، سيراميك، بوليش خارجي وداخلي، ديتايلينج، غسيل سيارات. طبعا غسيل سيارات عندنا الفي اي بي وعندنا النورمال كارواش. طريقة الغسيل أو البوليش اللي نحن بنشتغلها طريقة جدا محترفة. وعندنا كمان بنركب سيراميك على السيارات، طلاق السيراميك كمان، إنه هي شغلة شائعة، وإنما طريقة أو طريقة التركيب، طريقة الشغل، طريقة العمل احترافية بالشغل، هي من ضمن الأساسيات إنك أنت تحصل على جودة عالية من الشغل. طبعا هذا الهدف الأساسي تبعنا نحن، اللي هي جودة العمل كافة أنواع السيارات تستخدموها؟ طبعاً كافة أنواع السيارات. والأسعار متناول الجميع أيضاً؟ الأسعار متناول الجميع، وعندنا خيارات، يعني الشخص اللي مش حابب يكون عنده بادجت عالي أو مش حاطط بادجت عالي لسيارته، عندنا أوبشنات لنقدر نقدم له إياها، والسيارات والأشخاص اللي بتحب تدلل سياراتها كمان عندنا أوبشن لها، يعني تو أوبشنز موجودين لنكون نحن قادرين تو تارجت إيفري ون يعني. بس
استاذ رواد سعفان يعني رجل اعمال المستثمر اللبناني في دوله الامارات، نتحدث عن موظفينك وصفك على اساس كنت تختاره ايضا يتعامل مع هذه المهنه، ونتحدث عن الرؤيه المستقبليه لك ان شاء الله. طبعا احنا بدايه اول ما بدنا اول ما نطلب عمال او شيء او موظفين او اي ستاف الانترفيو بتتم عبري انا اللي بعمل انترفيو مع الاشخاص، وانا اللي بقيم اذا كان هذا الشخص كفو لانه يبلش. وطبعا بيخوض مرحله تجارب اللي هي لمده 6 شهور مرحله اختباريه، وبعد منها اذا كان كل شيء تمام بتكون امورنا سليمه وبيكمل معنا، واذا لا بيكون يعني الحظ اوفر ان شاء الله بمحل تاني. نعم استاذ رواد، يعني هل واجهت مشاكل او معوقات يعني او ملاحظات بدايه عملك وتخطيتها؟ لا الحمد لله كانت كثير سموث. هون يعني بدوله الامارات العربيه المتحده هذا الموضوع واحد ما بيهتم، يعني ما بيعطي الهمه كثير، لانه كل الاشياء متاحه ومامنه قدامك وهيك كثير سموث يعني ما طبعا طبعا. الأمن والأمان رواد سيحان شو بعني لك؟ الأمن والأمان هو من 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 الأشياء الأساسية لأنه إنسان يعيش ببلد أو يستثمر ببلد. إذا بلد كان فيه أمن وأمان مثل ما موجود بدولة الإمارات العربية المتحدة الإنسان خلص ما بيرجع يعطي الهم ولا شيء. يعني الأمن والأمان هو استقرار للمعيشة وللاستثمار ولكل شيء. استاذ رواد سعفان، يعني احنا بنشكرك على استقبالك لمبادرات وطنيه وكفاءات الامارات. وهناك سؤال، يعني لو قدر لك والتقيت في صاحب السمو رئيس الدوله حفظه الله ورعاه الشيخ محمد بن زايد، يعني شو الكلمات او ما هي الكلمات الطيبه التي تود ان تقول له سيدي؟ يعني انا
بوجه هلا عبركم رسالة شكر من القلب لصاحب سمو الشيخ محمد بن زايد على كل شيء عم بيقدمه للدولة. ونحن طبعا مثل ما حكينا قبل بأول برنامج نحن نعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة هي بلدنا الثاني، وصار تقريبا يعني بلدنا الأول. نحن منزور بلدنا زيارة بالسنة مرة، وعايشين هون 11 شهر من السنة موجودين بالإمارات، فهي تعتبر كأنها بمثابة بلدنا الأول. الله يديم الدولة ويديم شيوخنا ويديم صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد. رسالة أخيرة حاب توجهها لمن شئت، أول إنسان كان داعي لك في حياتك أو إنسان كان سبورت لك؟ والله هني كتار الأشخاص اللي وقفوا جنبي واللي ساعدوني، هني ناس كتار. فأنا ما بدي وجه أشخاص أو أسماء لأشخاص معينين كرمال ما كون ناسي حدا، بس أنا بتشكر من كل قلبي كل حدا وقف حدي وكل حدا كان داعم. نعم. بالنسبة لي جزاه الله خير. بس نعم. طبعا أعزائي المشاهدين نشكروا معي رجل الأعمال المستثمر اللبناني السيد رواد سعيتان، وهو صاحب ومدير عام توفيكس خدمات سوسيال السيارات في إمارة أبوظبي. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. شكرا لك.